حوجي انا ومن نجيب النوخه دروك عندكم اخيت تقطع لي البقال تاع النوخه، وانا نبغي في الحريره ورانا في المشتق زهري وانا عارفه. المهم كما قالك تهرس الشر، هذه هي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير، وانتم تشوفوا في الفلوق تاع اليوم. انا نصبح على القهوه، خايتكم انا كما نشرب شويه كاس تاع القهوه ما نفطنش، لا اصحصح لا اصحصح، نموت على القهوه، يليق نشرب الكاس تاع قهوه ولا لاتاي ولا اللي كاين، يعني ما يهمنيش، ولكن المهم نشرب حاجه صباح. المهم شربت قهوتي وكملتها ونط معوله على البركوكس، قلت نرميه بكري هكا باش نقعد ترونكيل. المهم البركوكس راني ديجا بارطاجي معكم الوصفه، حطيتها على الفيسبوك من قبل، وتبالك بناتي بغاو يديروا نهار سيدنا يعني، يكون الفيديو مسبق. المهم انا جبت هنا زروديه، درت كميه تاع زروديه كيما كنت تشوفون، قطع فيها قطع صغيره باش طيب لي بالخف وما تشدليش الطياب، يعني كي تكون كبيره طول باش طيب، مي كي تكون صغيره ما طيبش، ما طيبش طيب بالخف. هذاك الطاجين راه تما محطوط، هذاك تاع سمولي تاع السميد اللي درتها معكم ديجا طمينه وريتكم كيفاش وكاع، هي هذيك كنخليها تبسس باش من بعد عاد نديرها وتجي بزاف بنينه، والله غير جربوها ما راحش تندموا عليها. المهم كيما كنت تشوفوا جبت الكميه تاع الزروديه تاعي، درت حبه تاع بصل فياز وش حبات طوماطيس، الخضره هذا ما درت فيها يعني اللي كان متواجد عندي، و يعني يجي بزاف بني والله العظيم. الا هذا بركوكس كيما تاع النافسه، تقدروا ديروه للنافسه على طريقه الغرب، يعني حنايا معسكر نديرو التعمير، نبغوا التعمير في البركوكس، وهو شباح البركوكس، كاين اللي يديره بالدواره، كاين اللي يديره، يعني كل واحد وعلى حسابه، يعني كل واحد والطاقه تاعه. شوفوا بنياتي ما شاء الله تبارك الرحمن، كلات نور الياوخت تاعها، ومن بعد قالت لي ماما نمد البيبي ماسوق، اي عطيتها توكل اختها وسي بيان، والله فكرتني باختي انا، ربي يحفظها لي ان شاء الله. الوغ عندكم البنات شحال يجوا حنانات سبحانك ربي، كنت نطيب كي شفتها كيما هكا قلت نكاميري لكم هاد اللقطه، والله لا يحرم حد من الذريه، ربي يحفظ لي بنياتي ويحفظ لكم وليداتكم، واللي ما عندهاش ربي يرزقها ان شاء الله. المهم بولي زي بيس، انا هنايا درت الفلفله الحمراء، كنجبير، راس الحانوت، الكركم، الثوم بودرة، ودي بغي الثوم فص يعني فصوصة تاع الثوم، زعفران، العود تاع القرفة، ويبغي القصبر، يعني اللي عندها قصبر غير دير القصبر، يجي هو شباحه يعني يجي بزاف بنين بالقصبر. هنا داك القصبر تاع شيخي جاب لي شيخي كميه من الجاردان وريحته تهبل، الوغ درته في البركوكس تاعي، زدت عليه الثوم بودره والملح وراح نمرق. هنا نديرو بارد في بارد، اللي عندها الحمص ماهوش طايب ترميه دروك، واللي طايب راح تخليه حتى الاخر، انا عندي طايب خليته حتى الاخر، راح نبلع الكيكوطه تاعي راح اخليها طيب، وبعد ما طيب ان شاء الله راح نكملوا لا سويت. المهم هنايا نسيت الطوماطيس تاع القوطي، درت فيها مغرف كبيره تاع الطوماطيس تاع القوطي. هنا راح نبداو في التعمير، التعمير عندكم زوج طرق باش ديروه، سواء ديروه بالسميد كيما هكا المتوسط يكون مقلي، سواء ديروه بلا شابلوغ. الوغ انا راح نجيب حبه تاع بصل كيما راكو تشوفوا، راح نرابي هاد الحبه تاع البصل، يعني هادي اللي نخلطوها مع لا فيون داشي تاع التعمير، هادي اللي زعما كاش وحده نافسه ولا انا نقول لك غير ديري وراح تترحمي عليا، يعني يجي بزاف بنين ويجي كيما تاع الشوابين هذوك الكبار وكاع كيف كيديروا البركوكس وكاع يجي كيما هكا. المهم كيما راكو تشوفوا رابيت الثوم ورابيت البصله تاعي، وجبت القصبر، على دي قلت لكم يبغي القصبر بركوكس، لاكو باغيينه بركوكس يجي بنين، هو يبغي العطور بزاف ويبغي القصبر، يعني شباحه هو القصبر، قصبر والثوم. المهم كيما راكو تشوفوا يعني بعد ما قصيت القصبر تاعي وكاع، راح جبت هذاك السميد تاعي اللي كان محير ديجا من قبل، حيرته وراح ندير لي زيبيس تاعي، درت انا كميه تاع الملح، ندير الحرارة يعني نفس لي زيبيس اللي درتهم في البركوكس راح نعاودهم. انا الثوم اون بودغ
راح نعاود نديرهم تما. راس الحانوت راح ندير سكنجبير وندير هنا بغيت ندير الحرور، ساعات فكرت بلي درت كان حطيت واحده حدايا، وراس الحانوت وراح ندير الفلفله الحمراء فوالا، واللي يبغي حار يدير الفلفله الحمراء الحاره. الوغ راح نجيب الفيونداجي تاعي وراح نخلط كل شيء مع بعضياته حتى ندخل كاع هذوك الصوالح في الفيونداجي مليح، وراح نزيد حبه تاع البيض فوالا باش يشد لي غايه. المهم نتوما دخلوا لازم يدخل غايه هذوك لي زيبيس وهذاك الاخر. هنا الفيونداجي ما ديكونجلاليش غايه، غبني شويه مي بون، يعني لازم ما عنديش الحل، لازم نحلها غير بيدي، هو غير بالحراره راح يذوب. المهم انا دايره ليغون على جال الثوم، لانه ريحه الثوم انا ما نبغيهاش تبقى فيا، ما نقدرش نهبل. جربت هذيك اللي قلتولي عليها خطره، قلتولي ريم الثوم لا راكي باغي ما يقعد لك جو، كي تحكيه كيما هكا شلي بالماء بارد وفوتي صباعتك على الخدمي. جربتها الحق راحت، ما كانتش كاينه ريحه الثوم، مي ما نعرفت عليها بسيشيكمون ما داخلاش في راسي، ما قدرتش ندخلها في راسي بلي الثوم ما تقعدش ريحته، تالمو اللي ريحتها قويه بزاف ما دخلتش لراسي. المهم انا راني نحاول ندخل كاع هذيك لي زيبيس هذوك الصوالح في الفيونداشي باش يجو كاع كيف كيف ويجو كلش، يعني يجو كاع كيف كيف ويجو كلش. هذه هي انا. المهم رحت قامكم قاده كان هنا في الكوزينه، قلت لها اروح خليني نحلي الفريجيدير، هي جبت حبه تاع البيض هي، وراني نخلط فيها وندخلها مع الفيونداشي تاعي كيما كنتو تشوفوا باش يشدها لي، يعني تولي متماسكه. المهم هنايا راح نجيب فيلم اليمونتير تاعي وراح نقسمه على زوج، ما نقدرش نديره ضربه واحده كبير على لانه كيكوتي صغيره، على ديك راح نقسم الفيونداج تاعي لانه كميه كبيره راح نقسمها على زوج. المهم تقدري ديري في الكيكوطه، انا كيكو ما درتش في الكيكوطه، طيبته في لافابور، يعني في هذيك القدره والكسكاس اللي نفور فيها البركوكس تاعي، درت شويه تاع الماء خليته يحمى ومن بعد درته في القدره تاعي ايفور عادي. تقدروا ديروه في الكيكوطه مع المرق تاعكم وكاع راح يطيب. انا مين كنت دايره الدجاج ودايره اي نسيت ما قلتكمش ديروا الدجاج في المرقه درت الدجاج، واللي عندها يعني الامكانيات دير اللحم تاع البقري ولا تاع الغنمي ولا على حسابكم، يعني كل واحد يدير على حسابه. هذه هي. المهم انا كيما راكم تشوفوا البركوكس تاعي بعد ما طاب صفيته في السفايه تاع الاخر سمولي حوجيانه تاع الكسكاس، وغير هكا اكرازيه بيد بهذه اللي نطحنوا بها البطاطا غير باش يهود لنا، باش يهود يعني ما لازم لناش الخضره ما تجيش ثقيله، هذا هو البركوكس تاع الصح. الوغ هنايا اش درت، جبت لي ميكسي فيها هذيك اللي نطحنوا فيها البصله وكاع، جبت القزبر ودرت الثوم لهذه الدرسه، ونديروا نفس لي زيبيس اللي درتهم في الاول في البركوكس، وراح نعاودوا نفس الشيء في البركوكس، يعني كاع تعاودوا لي زيبيس اللي قلتهم ديجا من قبل نفسهم تعاودوا نديروهم في هذيك الدرسه، ونعاودوا نديروهم في البركوكس بعد ما طحنته كيما كنتو تشوفوا. هذا راس الحانوت ما كاش عندي، وانا درت الثوم راهو طايب جبته برك من الكونجيلاتور، وراح نميكسيها ونخليها على جهه. المهم دروك رحت للطمينه تاعي اللي كانت مبسه ديجا من قبل، دارت لكم اللي بغات تعاود تشوف الطريقه تشوف الفيديو اللي قبل هذا، درت كميه تاع الدهان دروك، وراح ندير العسل، يعني الطمينه تاعي كيما كنتو تشوفوا ما تجي لا يابسه ما تجي لا جاريه لا حتى حاجه، تجي بزاف بنينه وتبات وتقعد ما تيبس ما والو كيما راها، تعاودي تاكليها والسميد ما يجيش خشين، يجي يفوت عادي يعني ما يشركش. المهم انا جبت التعمير تاعي بعد ما برد، باش تقصوه لازمكم خدمي تاع المنشار، تبغوا تحمروه حمروه بالثوم والدهان في الكوشه، تبغوا ما تحمروش خلوه كيما راه، انا خليته كيما راه، يعني كيما طريقه تاع النفسه ما كاش الوقت يكونوا نفاس ولا ما كاش الوقت باش تحمري وهاد الصوالح، يعني نفس الشيء درته دروا كيما كنتو تشوفوني نقطع فيه بالخدمي تاع المنشار. انا راهي عندي صاحبتي قلت لها يدوقي لانه سقساتني قالت لي هذا الشيء، قلت لها هذا التعمير، مهم غيرها بزاف، قالت لي الله يعطيك الصحه وداقته وعجبها بالبزاف. ها هو ده البركوكس تاعي، درت البركوكس تاع عمر بن عمر، رسلته لي ما بال مير ما بال سور بلوتو حماتي غليزانيه في مارسيليا يبغى يزور قناتها فضلا وليس امرا، جاب بزاف بنين يعني، وكنت فاتله ديجا من قبل كان عندي شويه في الكونجيلاتور زدته. المهم كما كنت تشوفوا هذا طبسي تاع شيخي درته له لانه كان عندي في الدار، حطيت البركوكس تاعي وتوجور نقلع المرقه اباغ، يعني نخاف البركوكس يشرب لي ولا الوغ، نحط البركوكس ونزيد عليه شويه تاع المرقه، درت هذيك الدرسه اللي طحنتها معاكم
وهذا هو يعني هنا صاحبتي هي اللي تكاميري، اعتذر على صباح راهي حاطاطه. درت التعمير تاعي كيما كنت تشوفوا في البركوكس، قلت لكم ما تنساوش الدرسه، لانه الدرسه هي تطلق هذيك البنه وتطلق هذيك الحراريه. وراح ندير هذاك الدجاج تاعي اللي درته مفتح من الفوق كيما هكا، وراح ندير راح ندير فوقه مكون اساسي اللي بلا بيه ما يجيش البركوكس، اللي هو راس الحانوت. شوفوا هاد البركوكس ديريه اختي، حمري وجهك، يعني لانتي مبتدئه راح تحمري وجهك وتحمري وجه راجلك وجه والديك، وراح يفرحوا به. المهم انا شيخي كيما كنت تشوفوا، يعني انا شيخي نكبر به ما تامنوش، ميم سي ما ياكلش بزاف، مي نبغي نحط له عرام الله غالب. المهم هذاك هو عشانه يعني متواضع، حاجه متواضعه، وانت على بالنا بلي بزاف ناس يقول لك هذا بدعه وهذا صوالح وكا، ولكن احنا نديرو هذا الشيء خصوصا للناس مختاربه باش يطبعوا ولادهم باللي احنا مسلمين، ويعودوا وليداتهم باللي عندنا مولد النبوي الشريف نحتفلوا به، وهذه حاجه مليحه يعني. فوالا لكو بنتي قلعه تتريكوها، جاها الحمان قعدت غير تنقص قلعه تتريكوها، وراهي تلعب مع القط بلادها مسكينه. داك القط عندكم الصلايات راهم محطوطين مورايا يطلع في داري تقولها مطرقه فيها بومبا. ايا قلت لكم ايا راني حط يعني دروك راني نوجد بعد ما تعشينا، لميت هذوك المواعين، دخلت غير في الماشينه ما نكذبش، انا كيكون عندي بزاف زعما تكون عندي حاجه كيما هكا يكون عندي بزاف تاع صوالح ندير نستعمل الماشينه. المهم هذه الطمينه تاعي المتواضعه كيما شفتوها ما تجي لا جاريه لا والو، ودرت لها القرفه، ودرت هذيك الحلوه تاع البلاد نديرو بنه البلاد كيما كو تشوفوا، يعني نحطو في الطباسه وناكلو او ميم طون. على بالكم بلي هاد الماكله يعني نلقمو هي اللي تسمن. هذا البركوكس اللي بقالي شو غدوه ما غادي لا نطيب لا والو غير هو، وراح نحميه ونتعشى به. هذه هي. المهم هنا راني نغسل في هذوك المواعين لانه لافيسال ما ترفدليش، واحد الربابج اللي عندي راني نغسل فيه صوالحي باش يقعدوا نقيين، باش كي نحط هذاك برد تاتاي الله الله نتمتع به. فوالا قلت نخف الليكيدي كاع المواعين اللي راهم عندي، ما مش عندي حاجه كبيره يعني، برك الكسكاس والقدره والغلاقه هذيك البلاع والباسينه، هذا ما كان رغوي فيهم نحكهم. ايوا كنت عارفه الوحده المره كي تبغي تجمع تبغي كوزينتها الله الله تفحفح. يا سيدي انا نبغي انا والله العظيم الا عليكم بلي الدار كي تكون كوزينتها مسخه، انا وحده من الناس نخمم كيما هكا، جغلو كان داري تكون كاع مقلوبه وكوزينتي نقيه نحس كاع داري نقيه. ايوا لو كان تكون كوزينه مسخه وداري كاع نقيه نحس كاع داري مسخه. الو غادي يا طابلتي المتواضعه، انا سبقت لكم هذوك هذاك سمو لي حوجي انا ماني راني غير هذاك 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 هذوك يا الغالبه والله غير نسيت اسمهم لي كاب كيك. فوالا هاني سبقت لكم هذيك نورمالمون درتهم في لانيفيرسير تاعي. المهم سبقت لكم الفيديو تاع المولود قبل الفيديو اللي غادي نحطه، ان شاء الله يكون عجبكم الفلوق تاع اليوم، حاجه متواضعه وعلى حسابي. اللي شفتني لاول مره وجيت خفيفه على قلبه ما تبخلش عليها ابوني في القناه وتفعل الجرس بيجيها كل خطره جديد، وما تنساوليش الجيم والكومونتير. نموت عليكم قانون. بسلامه، باي باي. Sidna? Non, mais c'est Sidna. Moi aussi. Toi aussi? Non. Tu es... Moi, je vais dire le non. Hop là! Comme ça. Voilà. Comme ça. C'est quoi? Henna. Henna? Oui, henna. On va mélanger le henna bleu lait comme ça. Le henna. C'est quoi? Avec mon mèche moelle. Oui. Et c'est henna. Ça t'a dit? Voilà. Maman, hop. Comme ça, regarde. Wow. Attends. Maman, hop.
ديال دويرة سيكوا سي دويرة حنا أخي جميل سا كوم سا نديرو سيرين في كم سا اللي هو بيزو ماما نديرو سيرين هذا ديدا كي غادي نديرها هذا ديدا زعبط بزاف هذا ديدا واحد نديرو الحنة واحد هادا فوالا هادا 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 وياه هادا الحنة هادي انت سيرم دابوش تفرماش با هادا فوالا درنا الحنة ودرنا الحنة ودرنا الحنة درنا الحنة ودرنا الحنة درنا الحنة درنا الحنة درنا الحنة فشاش بابا عيطي بابا قول راح نديرو لك الحنة نو 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 نديرو لهش نو بوكوا سبا دابا لنا بابا نو